اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاسكالوب البانيه، اسكالوب فينواز، كوردون بلو، دي اسماء ننطقها بالصعب شويه، يعني نطقها صعب شويه، ولكن بنشوفها في المنيو فيها افكار كتيره، فيها غلبه كتير، فانا بسهل عليكي لما تقري حاجه صعب ان احنا ننطق اسمها او التفاصيل بتاعتها انك تقدر تعملها في المطبخ بسهوله. فانا وظيفه النهارده بسهل لك الاسم الصعب اللي بتشوفيه في اي منيو بتروحي مطعم. اسكالوب فينواز هو اسكالوب بانيه اللي هو البفتيك، هنعمله النهارده بالبقسماط والبيض مع خضار سوتيه. له تفاصيل كتيره، اللحمه ما تكشش مني، اللحمه تستوي، اقطع اللحمه كده زي المطاعم بالشوكه والسكينه واكلها مع خضار سوتيه من الجزر والكوسه، ممكن بروكلي، ممكن بطاطس حسب الرغبه. الاطفال الحلوين بيحبوا دايما المكرونه بالوايت صوص، فعشان يحبوها اكتر ممكن نعملها باشكال هندسيه مختلفه. فمعايا مكرونه حلزونيه النهارده هعملها مع المشروب، والمشروم مصدر بروتين نباتي قوي جدا، هنعملها بالوايت صوص، ودي مشهوره ببعض المطاعم، يقول لك مكرونه بالمشروب مع الوايت صوص وبالجبنه، هنعملها مع بعض النهارده. انا شخصيا بحب البطاطس، وعشان بحبها بحب دايما اغير من طعمها، فاعملها النهارده بطاطس مقليه اللي هي الفرايد بطاطا، هنعملها مع الجبنه، هنشوف نعملها ازاي، والجبنه بتشوفها ببعض المطاعم المشهوره بتنزل بشكل كريمي كده لطيف على الجبنه على البطاطس المقليه، بصراحه انا بعشقها، وخاصه لو نقدم معاها خيار مخلل. خلونا طبعا نطلع فاصل صغير عشان عندنا تفاصيل كتيره، وعندنا المنيو بتاعنا النهارده الاسماء بتاعته صعبه شويه، ولكن هو من المطبخ والماتيريال من المطبخ ومن قلب التلاجه بتاعتك، ولكن الفكر الطهوي كبير قوي. هنطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا نعمل ازاي اسكالوب بانيه. ده مشهور في بعض المطاعم، بنلاقيه يتصدر قائمه المنيو سواء مطعم غربي مطعم شرقي. المسميات بتاعته بوفتيك، اسكالوب بانيه، هي شريحه لحمه بتتبل بتتبيله خاصه هنشوفها مع بعض، وهنقليها في قلب الزيت، وهقول لك الاسرار ان هي ما تكشش منك. معانا لحم شرايح، معانا خضار سوتيه كوسه وجزر وبطاطس، معانا عصير ميه البصل او البصله المبشوره، وما ننساش كمان عصره ليمون لطيفه وجميله، والملح والفلفل بتاعنا. هي دي المقادير البساطه والسهوله مع بعض. تعالوا نشوف الاول نتبل حته اللحمه ازاي مع بعض. حلو قوي. المقادير على الشاشه شفناها مع بعض. اخد الاول اللحمه اتبلها. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحم الاسكالوب. وانت بتشتري حته اللحمه الحلوه دي من عند الجزار. وصايا يا حاج ربنا يوعدك بزياره النبي. دعوة حلوة. شريحة اللحمة دي بتيجي من الفخدة شرايح بالشكل ده كده، نسبة الدهون فيها أو عروق الدهون بتكون قليلة جدا. هقولك دلوقتي على أسرار تقدر إنك أنت تقلي اللحمة دي من غير ما تكش منك بالشكل ده كده. هرصها في قلب الكسرولة كده، حلو، يعني الكمية بتكون حسب عدد أفراد الأسرة. شايفة شريحة اللحمة شكلها حلو إزاي؟ تكون رقيقه، يعني بتكون 1 مللي تقريبا وانت بتقطعيها. دي في ده ده دهن اللي مش عايزها دي، خلاص كده زي الفل. تمام، تعالوا نتبلها مع بعض. توابل اللحمه كالاتي: ميه بصل، مش البصل نفسه، ميه البصل بالشكل كده بتنزل على اللحمه اهو، نفس القصه كده، بتجيبي بصله بتبشريها بالمبشره وتحط عليها معلقتين خل عشان ما تشميش ريحه ميه البصل. ناخد الباقي دول كده. اوعي في حياتك يا اختي يا امي يا ست الكل تحط على اي اسكالوب بانيه او اي حاجه تعملها بانيه ماده دهنيه، لا زبده ولا زيت ولا سمنه. البانيه بريء من الماده الدهنيه. هي المادة الدهنية يا عم الشيف اللي هو الزبدة أو الزيت، إحنا مش هنشوي لحمة. عصرة ليمون على اللحم، الله، شوية الملح الحلوين على اللحم مع فص توم كده. أنا بتبل حتة اللحمة بالملح والفلفل،
بالشكل ده كده بس خلاص، هي ملح وفلفل، ما تحطش اي توابل تانية. ممكن تحط شوية زعتر للأمانة، إنما البانيه بريء من الكمون والكزبرة. اوعى تحطي كمون ولا كزبرة. وامسك اللحم كده سيبها في التلاجة بقى، راح على الشغل سيبها في التلاجة وانسيها. احنا حاطين معلقة خل على البصل قبل ما نعصره. خل التفاح او خل ابيض او خل بلسمك اللي انت حباه مفيش مشكلة، بس بلاش البلسمك لانه طبعا طعمه قوي شوية، ممكن يغير من طعم اللحم. الحاجات دي مطلوبة. تبلت حتة اللحمة وخليها على جنب في التلاجة، جو حر انت حضراتكم عارفين. وبمناسبة الحر على فكرة، الأسبوع ده إن شاء الله لينا موقف مع الآيس كريم، هنعمل كل أنواع الفواكه آيس كريم، بداية من البطيخ للشمام للمشمش، الفاكهة اللي تحبيها هقول لك على سر تقدر تعمليها آيس كريم. ببساطة خالص وبسهولة، هتخش المطبخ تجيبي النوع الفاكهة اللي انت حباه وتقدري تعمليه آيس كريم، وبلاش تشتري الآيس كريم من بره. تبلنا حتة اللحمة زي الفل يا عم الشيف. ايه عدل الاسكالوب او الكوردون بلو او اي حاجه بانيه او البوفتيه، خضار سوتيه، يا اما في بعض المطاعم بيقدموا معاها بطاطس مقليه، حلو الكلام، او بنقدم معاها بوله رز صغير او شويه مكرونه كده صغيرين بنضحك على الناس بيهم. لازم نعرف التفاصيل دي كلها وندفع في الطبق قد كده من الفلوس. انت هتعمليه في البيت اسكالوب بانيه معانا تقريبا 15 شريحه او 16 شريحه، يعني نقدر ناكل العيله كلها. الخضار السوتيه بتاعنا اهوت كوسه وجزر وبطاطس. هنبدا نقطع الخضار السوتيه بشكل لطيف وحلو عشان كمان نسلوه في ميه بتغلى على النار. كوسه زي دي كده بنقطعها ازاي كده بالشكل ده كده، شفت بقى الشكل الهندسي ده كده اهو. تروح على المطاعم بتلاقي شكل الخضار حلو قوي، شويه كوسه، ثلاث حبات كوسه بتدفع فيهم مبلغ وقدره، يعني ثمن الاثنين كيلو كوسه. ادي الحبات الكوسه اتقطعت، نفس القصه. نعم يا غالي، الله انت ابن حلال. بقول لي يعني يا شيف ده تبذير انك انت الكوسه اللي بتقطعها دي هتترمي؟ لا، مين قال لك ان انا هرميها؟ الخضار اللي انا بقطعه ده كله سواء من الكوسه سواء من الجزر هنعتبره خضار مفروم، نقدر نعمله شوربه خضار مهروسه لكبار السن، نقدر ندخله في طبق اومليت. عشان برضو ما حدش يقول لك الشيف المغاز. اهو خضارة معايا، كوسة اهي، الخضار ده ما يترميش يا أختي. نقدر ندخله في أطباق كتيرة، بداية من الأطباق الأومليت بالبيض وبالخضار، نقدر ندخله مع طبق مكرونة حلو، طبق عجة، شوربة خضار للأطفال الصغيرين أهو، لازم سكينة صغيرة حلوة معاك كده للجارنيش ده أو البرزنتيشن ده أهو. اي حاجه حضرتك نفسك فيها بتروحي على مطعم تشوفيها معاكي شيف شاطر يقدر يقدمها لك ببساطه وسهوله. ده الخضار السوتيه، كميه بقى اللي انت حباها بتجهزيها وتحطيها في ميه عشان لونها ما يتغيرش على ما تسلقيها، وبعد ما تتسلق الاختيار ليكي، يا اما تشوحيها في شويه زبده او في معلقه سمنه حلوه وده اختياري، يا اما تكتفي بالسلق بتاعها وخلاص. نيجي للجزر يتقطع ازاي كده، نيجي عليها كده نقطعها نصين بسكينه، اوعى تعوري ايدك. الخضار اللي بيطلع معايا ده ما يترميش تاني اهو، عشان اللي بيتابعنا ما يزعلش مننا يقول لي يا عم مغازي ده انت رايق وفايق، الخضار ده احنا اولى بيه. لا خالص، ده يتشال في التلاجه، استخداماته كتيره قوي على فكره. اي سؤال يخطر ببالك أو ببالك أو معلومة تخطر ببالك أو ببالك وأنت قاعد بتتابعني أنا بجاوب عليها. ممكن تكونوا مكسلين تكلمونا وتتصلوا عادي، أنا بقرأ أفكاركم. عشرة بقى عمر طويل. جزر، الأولاد بيحبوا شكل الخضار السوتيه جاي في الطبق كده. قلب جامد، تقدر تعمل سكينة صغيرة في ايدك. السكينة دي في المحل بتاع الأدوات المنزلية بتلاتة تعريفة، ولكن وظيفتها كبيرة قوي. تقطعي بيها خضار سوتيه، تقطعي بيها فروت سلات فواكه. شوف انا بشتغل ازاي، معانا مخرج شاطر والاساتذه المصورين حبايبي.
التفاصيل الصغيرة يعني. خضار السوتيه ده طبعا بيفضل يكون بروكلي، ليه سعره غالي ما رضيتش اجيبه. ممكن نحط خضار زي الكوسة، سبانخ، مشروم، بصل، زي ما انت حابب. بصل مشوي، تحط بطاطا كمان جزرية عشان نخش على البطاطس نشوفها بتتقطع ازاي برضو، ده مهم جدا على فكرة. عندنا مية بتغلى على النار، المية دي بنحط فيها شوية ملح وبنسلق الخضار السوتيه ده كده واحنا واقفين مع بعض. وفي نفس المية هسلق المكرونة، ومن نفس المية هعمل الخضار، هعمل الوايت صوص بتاعي. السكينة حاضر يا فندم. السكينة في دي كده عاملة زي المشرط، حامية، هوريها لحضراتكم دلوقتي، منها أشكال وألوان. ثلاثة تعريفة من مصروف البيت يا أختي. لو وفرت 5 جنيه من مصروف البيت كل يوم هتجيب اللي نفسك فيه آخر الشهر من اكسسوارات تساعدك تعمل لي حاجات حلوة في المطبخ. السكينة في ده اهي، نجيب بطاطسية حلوة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، شفت قطعتها نصين، تختار البطاطس الصغيرة اهي كده اهو، واشتغل كده تاني. اللي يقول لك الخضار اللي نازل من السكينه ده رايح فين بعد كده، اهو والله استخدمه بكره احلى شوربه خضار، ونشوفها مع بعض. خضار مهروسه يتفرم في قلب الكبه ويخش في تتبيله السي فود. شفت البطاطس شكلها حلو ازاي؟ عشان ما حدش يظلمنا بس يا استاذ، يقول لك الشيف بياخد الخضار، احنا بطاطسيه بنجيبها بالشيء الفلاني، لا يا ست الكل. هناخد الخضار ده كده، بس خلونا ازود كمان حبيتين بطاطس حلوين. شفت الخضار حلو ازاي؟ ناخد دي كده نقطعها كده نصين، بعد ما نقطعها نصين نقطعها كده كمان ربع وربع. اشتغل كده اهو. معلش انا ضيعت وقت في الموضوع ده، بس احنا عندنا اطفالنا ودلوقتي طبعا بيخرجوا مع اصحابهم، بيروحوا بعض المطاعم، بيشوفوا صور على السوشيال ميديا اشكال والوان، فانا بعمل الحاجه اللي اولادي بيحبوها بره. مش بقول لك ما تاكلهمش بره، ربنا يزيدك، ولكن اللي هم شايفينه بيحبوه بره خليكي تجربي تعمله لهم في البيت، ايه المشكله؟ عجبهم اهلا وسهلا، هتكوني انت سعيده جدا على فكره. شفت البطاطسيه في دي حلوه ازاي؟ تتاكل وهي نيه. عندي ميه بتغلى على النار، الميه دي فيها شويه ملح، هي نفس الميه اللي هسلق فيها المكرونه، هي نفس الميه اللي هسلق فيها الخضار السوتيه. بص الخضار السوتيه ينزل كله مع بعض. كده الخضار السوتيه بتاعنا جاهز. التبذير انا ضده، الخضار ده مش هيترمي، هخليه كده على جنب اهو، استخدمه بكره استخدامات كتيره قوي، بدايه من شوربه خضار، حشوات لحاجات كتيره، ادخله في طبق كفته زي ما انت حابه. حلو الكلام. تعالوا مع بعض نشتغل في طبق المكرونه بتاعنا، لان اللحم بيتبل هنا. كل القصه بعد كده هخش على مرأة. ايه الحلاوه، ايه الصوره الحلوه دي، صوره فيها اشكال هندسيه، فيها الخضار السوتيه بتاعنا الجميل. ممكن نحط بروكلي، ممكن نحط مشروم، ممكن نحط سبانخ، بس في حاله لما نسلق سبانخ مش نسلقها كده، فيها طريقه تانية بالشكل ده كده اهو. هستاذن حضراتكم ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل ازاي اعمل لاولادي طبق مكرونه بالوايت صوص مع المشروم مع الدجاج، اكيد مدرسه. المطبخ بتاعنا النهارده مطبخ غربي، يعني فيه افكار كتيره، اسئلته صعبه شويه. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد، والمعنى كمان من المطبخ الغربي اللي هو له الغاز وله تفاصيل. معرفش ليه الكعبله وليه الاسماء الصعبه اللي بنلاقيها في بعض المنيوات. الام بتبقى فرحانه وعايزه تعزم ولادها، الراجل الطيب بيبقى فرحان وعايز يعزم ولاده، فبيقول لك اجرب اشوف الاسم الغريب ده، ايه الكوردن بلو، ايه السكالوب فينواز، ايه السكالوب البانيه، ايه البوفتيك، الحاجات دي كلها. على فكره البوفتيك يطلق على شريحه اللحمه السليمه، ويطلق على اللحمه المفرومه لما تتعمل بانيه، الراس زي البرجر كده وتتعمل بانيه. طيب احنا طبعا قطعنا المكرونه، هنشتغل فيها مكرونه بالوايت صوص والمشروم. المقادير على الشاشه، معانا مشروم زي الفل،
ومعانا مكرونه حلزوني ومعانا بصل ومعانا توم ومعانا روزماري ومعانا كمان زعتر وميه لسلق المكرونه. المقادير بسيطه وسهله. تعالوا نشوف ازاي هنعمل المكرونه بتاعتنا بالوايت صوص. حلو الكلام؟ حلو الكلام. اول حاجه هعملها هسلق المكرونه بتاعتنا. اخلي المكرونه جنب المشروم، بعتذر معلش. ادي المكرونه بتاعتنا اهي زي الفل في قلب الميه كده. انا كل القصه عايز اكسب وقت. المكرونه دي هتتسلق نص سوا في قلب ميه وشويه ملح، ممكن معلقه زيت صغيره بالشكل ده كده. حلو، يعني نص سلقه اكون جهزت الاساس بتاع المكرونه. طاسه على النار، الطاسه دي بنحط معلقه زيت زيتون. حلو، مع مكعبين من الزبده وشويه زعتر. انا دايما بحب الزعتر مع السي فود، اي اكله فيها وايت صوص، فيها مشروم، فيها وايت صوص، بستخدم زعتر. بحط فص توم. حلو، معانا المشروم بتاعنا، مشروم له شكل هندسي سبحان الله. شايفين الشكل ده كده. بنجهز الوايت صوص بتاع المكرونه من المشروم، من الدقيق، من الزبده، من الحليب. شوربه المشروم بالكريمه. حاضر يا فندم. مخرجنا الجميل عايز يعرف طريقه عمل شوربه المشروم بالكريمه، واضح انه بيشربها في الاوبن بوفيه، ودايما بتلاقوها تتصدر قائمه المنيو بتاع الاوبن بوفيه او المقدمه بتاعه الشوربه في الاوبن بوفيه. البوفيه المفتوح في اي عرس، في اي مناسبه حلوه، ربنا يكتر مناسباتنا الحلوه. مشروم، وايت صوص عباره عن معلقه زبده، حلو، شويه حليب، هنقلب دول كلهم مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو طبعا طريقه مختلفه، انا حطيت الزيت مع الزعتر مع التوم، بعمل شويه وايت صوص لهم طعم ولهم شخصيه كده. ولازم احمر الدقيق في الزبده عشان انا ما بحبش الوايت صوص ولا البشاميل يكون الدقيق مستوي كانه كده عصيده، لازم الدقيق يتحمر كده وياخد تيست وياخد طعم، مع فص توم مع زعتر. شايفين الشكل ده كده. مش بقول لك النفس، هو ده النفس. شفت الدقيق هنا. تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تاني. ده الوايت صوص بتاعنا. حلو قوي، لغايه كده زي الفل. مضرب حليب، مضرب وحليب. نقلب دول كده، نستنى عليها هسه. طبيعي مجرد الحليب ما بيسخن بيديني القوام اللي انا عايزه. احنا حاطين معلقه زعتر في تحمير الزبده، انا عايز ادعم الطعم بشويه روزماري حلوين. معانا دي الروزماري بتاعنا. حلو، ونقلبهم كده. الفليفر بتاع الاعشاب في الوايت صوص مهم جدا على فكره. انا مش بستخدم اي مكسبات طعم تانية. لو عندك شوربه فراخ اهلا وسهلا، شوربه لحمه اهلا وسهلا، مش هتقول لا. بس في مكسبات طعم تانية حضراتكم عارفينها، مش عايز اقول اسمها، انا مش بحبها في الاكل. ده منتجات انا طبيعي مش بحبها. ليه؟ ام الله يرحمها ما كانتش تستخدمها، امهاتنا ما يستخدموهاش. هي هوجة طالعة كده مكسبات الطعم، بيبقى الطعم كله ما اعرفش جاي منين. فليه الطعم ما بيطلعش من بين اصابع ايدك العشرة؟ الوايت صوص بتاعي طلع زي الفل اهو. هنشوف القوام دلوقتي واحنا شغالين مع بعض. اوريك القوام. عينيا، نبص على القوام.
طبعا لسه القوام ده هيتقل، خلي بالك. لان المكرونه هتكمل سواها في قلب القوام ده كده، والمكرونه غنيه بالنشويات. المكرونه تصنعها من الدقيق السامونيلا او الدقيق السميت الناعم، تقريبا كوبايتين من السميت الناعم مع كوب من الدقيق مع زيت مع بيض، ده تصنيع المكرونه. ممكن نستغنى عن الدقيق، بعض المكرونات بيخش لها دقيق وبعض المكرونات ما بيخش لهاش دقيق، حسب السعر وحسب المنتج. الوايت صوص بتاعي طلع زي الفل، بس تعبت شويه ميه من هنا، من ميه سلق المكرونه. الله، سلق المكرونه. حلو، ننزل بالمشروم بتاعنا. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ زعتر فيه، روزماري فيه. ونسيبها على النار تاخد غلوه. نعم، ممكن مخرجنا بيقول لو في شوربه فراخ عندنا، شوربه لحمه عندنا، نقدر نستخدمها. ممكن نستخدمها عادي، مفيش اي مشكله. بنروق الدنيا. نظافتك في مطبخك اول باول. نخش على اللحمه بتاعتنا بقى، نشوف ظروفها ايه. كله دلوقتي عايز يعرف الهوبر دي هتتعمل ازاي. اللحمه متبله وجاهزه زي الفل. باخد اللحمه دي بعد المرحله الاولى من التتبيله، ودي اهم خطوه، ان اللحمه تاخد طعم وفليفر، بميه البصل، عصير الليمون، معلقه خل، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وزعتر. المرحله الثانيه كالاتي. ايه يا عم الشيف؟ بنجيب بوله صغيره كده. ما انا عايز اعمل تتبيله او اعمل التوبنج او التغليفه اللي ما تخليش هتفك من البقسماط وما تكشش في قلب الزيت. اعمل ايه؟ خليكي معايا واحده واحده. اول حاجه بعملها، معانا دقيق ونشا وبيض. شوفي بقى الشيف المغازي هيعمل ايه دلوقتي. دقيق ونشا وبيض، ومعانا البقسماط بتاعنا الجميل. دي الف باء بانيه. تعالوا شوفوا هنعملها ازاي. اول حاجه باخد هنا معلقه دقيق مع معلقه نشا مع اتنين بيضه. حلو الكلام، زي الفل لغايه دلوقتي يا عم الشيف. بنحط على دولت شويه بهارات من الملح والفلفل والزعتر. الفلفل الاسود طبعا مع البيض بيشيل الزفاره، مع الزعتر. اوعى تغلطي وايدك تقرحها على الفانيليا، ما ينفعش. بنحط من الحليب تقريبا ربع كوب، ونقلب دول مع بعض. هي دي التركايه. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيق معلقه، نشا معلقه، رشه من الزعتر، ملح وفلفل. دي المرحله الاولى من عمل البانيه. هو في شويه غلبه، وانا مش بحب الاكله دي على فكره. اي حاجه فيها بانيه من صغري وانا بتعلم الطهي وانا لسه في مدرسه اولى مطبخ، مش بتحب البانيه، بيبقى فيه شويه كعبله وشويه غلبه، وانا مش بحب الحاجه اللي فيها غلبه للامانه. شلت الدقيق والنشا. حلو الكلام، زي الفل يا عم الشيف. هناخد اللحمه بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بنسقطها هنا اهي، بنصفيها كده. بص معايا، ونحطها هنا. نصفيها كده ونحطها هنا، بنصفيها كده ونحطها هنا. السر في معلقه الدقيق والاتنين بيضه ومعلقه النشا مع رشه زعتر والملح والفلفل اللي انا حطيت فيهم اللحمه دلوقتي. وهستغنى عن ميه البصل، لان الميه والثوم وميه البصل والليمون خدوا الزفاره بتاعه اللحمه، وكده انا مش عايزهم، بستغنى عنهم. زي الفل. امسك اللحمه دي اقلبها. واخدها بعد كده على البيض، على البقسماط، ونشوف ازاي نشتغل. عرفتوا ليه انا مش بحب الاكله دي؟ في الاخر هي شريحه لحمه مقليه كريسبي كده، بيبقى طعمها حلو قوي. نشوف المكرونه وصلت لفين يا عم الشيف. ايه الاخبار؟
بص الوايت صوص، شوف الحلاوه، شوف الجمال، بالله عليك شوف ايه الحلاوه، ايه القوام ده، ايه ده. نقف محطه هنا، المحطه دي نسميها محطه الابداع الطهوي، الخبره الطهويه. لغايه دلوقتي هي كده شوربه المشروم بالكريمه، هنزود لها حليب او مرق لحمه او مرق فراخ، شوربه يعني، بقت شوربه المشروم بالكريمه. بس هنزود بس كوبايتين من الشوربه، اي شوربه انت عندك، بقت شوربه المشروم بالكريمه. مكرونه بالوايت صوص والمشروم اهي. يلا مع السلامه، بقت مكرونه. الله الله، كفايه دول، كفايه دول. قلب المكرونه كده، ورينا قوامها بقى، ورينا حلاوتها، ورينا خطوتها اهي. طلعت وانا شغال كده. نعم طيب، المكرونه جاهزه معايا للتقديم، ودايما بقول المكرونه عايزه وايت صوص خفيف. خلينا نطلع فاصل صغير، وبعد الفاصل نرجع. افكار بسيطه وسهله ولكن المعنى كبير والطعم جديد، اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. شكل المكرونه على الشاشه وهي في المرحله الاخيره للتقديم بصراحه حلوه قوي. كلهم بعض دلوقتي اتعرفوا، المشروم اتعرف على المكرونه، الوايت صوص، الخبره الطهويه. شايفه القوام، المكرونه مستويه اهو. تعالوا نقدمها مع بعض عشان نخلص منها ومخرجنا يتغازل فيها، على ما نشوف موضوع البطاطس المقليه بالجبنه. ومعانا سكالوب بانيه مع خضار سوتيه. الخضار الستيه صفناه من الميه، جاهز عندي، بحمره في معلقه من الزبده، بياخد تشويحه كده. انا بحب الخضار السوتيه دايما متشوح في زبده او في سمنه، بيبقى طعمه حلو، عامل زي البيض المدحرج كده. طبق المكرونه نغرفه هنا في الطبق الحلو ده كده. الله، سفينه من المكرونه. يلا اهي، شوف المكرونة وجمالها، بص على الحلاوة، بص على الشهاوة، بص اهي 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 اهي. ايه ده، ايه ده، ايه الحلاوة دي يا شيف؟ مكرونة بالوايت صوص والمشروم. تسلم ايدك يا عم الشيف. ألف هنا وشيفة للي ياكل. البرزنتيشن بتاعنا، عود نعناع، عود ريحان، أنت وجيبك. شوية بقدونس مفرومين، اختياري برضو، حاجة كده مفرومة خفيفة. جبنة اختياري برضو، أنا أحب الجبنة البرمجان المبشورة أو الرومي المعتقة، بس ما يكونش فيها فلفل أسود. بحطها على الجبنة، بتحطها على المكرونة بتبقى طعمها حلو قوي. تعالوا مع بعض نشوف الاسكالوب البانيه بتاعنا اللي خد غلبة كتير مننا. بسم الله. الشريحة اهي، بص اهي اهي اهي، بسيبها كده، دي مع سوراج بيدي اهي. بص اهو، اسكالوب بانيه. الاكله دي بيحبوها الرجاله، بتحب تخش المطبخ تعمل كبده بانيه، اسكالوب بانيه. شفت اهي اهي زي ما هي كده اهو. نعم يا غالي، حاضر. تاني عايزين يعرفوا التوبنج او الخلطه دي عباره عن ايه. معلقه دقيق، معلقه نشا، شويه حليب، اتنين بيضة، زي الفل، دول كفاية قوي. الخضار السوتيه بتاعنا اخباره ايه؟ اهو شايف الخضار السوتيه جاهز اهو. حلو، تعالوا نحمر اللحمة دي. بسم الله، نبدأ من هنا. والله ما بحب الأكلة دي أبدا. ادي البقسماط، واقعد اضغط بايدي كده بقى، ده في الاول وفي الاخر عشان اطلع حته لحمه كده. ايه؟ شفتي؟ عينيا، لا لسه مش طاسه، ده شغلانه لسه دي، اقعد اضغط على بيدي كده. اقول لك ازاي دلوقتي ما تفكش منك. دوس عليها وهي في قلب البقسماط. تقوم الانسجه بتاعت اللحمه تفرد معاكي وتتملي بقسماط. شفت حتة اللحمة؟ هتلاقيها خدت وقت، زادت بعد اتنين في ضربة في اتنين على طول. يعني لو هي اتنين في تلاتة أو تلاتة في أربعة الحجم بتاعها والمساحة بتاعتها. شفت بقت ازاي؟ بسم الله ما شاء الله.
بعمل ايه يا عم الشيف؟ احط عليها شويه بقسماط كده. شغلانه صعبه. فيها مجهود. بجيب السكينه، بسم الله الرحمن الرحيم، وامسكها خططها كده بالسكينه. ده شغل بقى ايه؟ علشان ما تكشش. شفت زي ما هي كده. على فين؟ يلا يلا، دي على فين؟ على فين؟ اهي اهي، على فين؟ اهي اهي اهي. يا حلاوه، نعمل واحده كمان مع بعض. يلا. دي ما تاخدش وقت كتير في السوا، خلي بالك، على طول. بنحط مكعب زبده. بحب دايما الزبده مع الزيت في حاله تحمير اللحمه بانيه. علل ولماذا؟ علشان اللحمه ما تبقاش ناشفه، الزبده بتخليها طريه. طبعا الساده المشاهدين دلوقتي ملاحظين حاجه، ان الشيف المغازي بيعمل الاكله دي فين وفين؟ في السنه مره، عشان مش بحبها. بس تحب تاكلها؟ بعشقها مع بطاطس مقليه كده وشويه مايونيز او شويه كاتشب، كل خمس ست شرايح. تاني. خاصة لما تتحمر في زيت نضيف مع زبدة. ممكن بالمدقة بتاعت اللحمة، في مدقة لحمة كده خشب او ألمنيوم بتتباع، تجيبيها وتشتغلي بيها. اعتقد ان هي معانا هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حاضر، عينيا، عايزين نشوف البطاطس المقلية. شفت الحلاوة؟ الله، نحط اختها جنبيها. يلا مع السلامة. شوية غلبة. بطاطس مقلية، مقاديرها على الشاشة. بطاطس متقطعة وجاهزة، كلنا شطار في تقطيعها. بنحطها تتحمر في قلب الزيت. والمقادير على الشاشة بتاعت البطاطس. بعد ما بتتحمر بكون طبخت الجبنة وانا شغال، معايا الجبنة اهيت، معايا الطاسة بتاعتي. بنحط شوية حليب مع شوية زبدة مع معلقة دقيق صغيرة، ونعمل صوص الجبنة اللي بنشوفه في بعض المطاعم واحنا شغالين. دي حطيت دي يا عم الشيف، بيدي قوام للجبنة. شوية الحليب. دي انا مش بحمر الدقيق بقى. بنزل عليه كده. اي جبنه انت حباها، اي نوع جبنه، اي فليفر انت حباه. نقلب كده وننزل بالجبنه اللي احنا حبيناها. جبنه مبشوره، جبنه مضروبه في الكبه، زي ما انت عايزها. نقلب، طلع حته اللحمه الحلوه دي. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. نعمل واحده كمان. عرفتوا ليه انا مش بحب البانيه؟ لازم يكون انا ايه، شغال بالشكل ده كده. حط دي البقسماط بالشوكه كده زي ما انا شغال. شوكه كبيره في ايدك كده. واخدها كده، اجيب طبق التقديم بتاعنا، خضار السوتيه بتاعنا جاهز. الله، الاسكالوب بتاعنا جاهز. لا لا لا، مع الشيف مفيش زيت. شوف الحلاوه دي. نفس القصه.
ممكن نحط على الاسكالوب ده جبنه اختياري حسب الرغبه. يا ولد حط الطبق هنا عينيا جنب المكرونه الحلوه دي. صوص الجبنه اخباره ايه؟ اهو جاهز اختياري برضو. ممكن تقدم مع الاسكالوب ده جبنه صوص جبنه. اختياري. صوص الجبنه طلع معايا. نعم والله انت سالت سؤال علمي، سؤال زي ما بيقولوا في الجون يعني. شيف مغاز، انا بروح بعض المطاعم بلاقي الجبنه لونها اصفر، وفي جبنه صفرة باللون ده؟ لا، اي حتى لو كانت جبنه شيدر مش في الاخر بتديك اللون ده. بيحطوا العقده الصفرة اللي هو الزعفران اللي بنستخدمه في البرياني او كركم حسب الرغبه. عرفت اللون بيجي منين؟ اهو بص على الحلاوه اهو. خلص الكلام، عقده صفرة او بابريكا. شفت لون الجبنه؟ هو ده اللي بندور عليه. عايز تشوف قوام عينيا. دي الجبنه، بص عليها. طبخنا جبنه اهيت على النار، استخدمها بقى استخدامات زي ما انت عايز، مع البطاطس المقليه ماشي، مع الاسكالوب بتاعنا ماشي، حسب الرغبه. نقلب الاسكالوب ده كده، نعمل واحده واحنا شغالين كمان. شريحة اللحمة، البقسماط، واشتغل كده. على فكرة ممكن تعملي الأكلة دي وتحطها في الديب فريزر، طلعيها وقت ما تحبي وانت بتعملها. افتكر ان الشيف المغازي مش بيحب الأكلة دي، هي للمبتدئين في المطبخ يعني. دايما لما بيجي حد في ترينيه او الفريست كوميا او بنعلمه لسه يعني، بنقول له اشتغل بانيه. بانيه. السلة. زي ما هي كده في قلب الزيت. يلا مع السلامة، اديني ايه شقاوتك. دي اتحمرت زي الفل، جاهز. والله انا جاي على بالي بصراحة يعني، حابب اكل الاسكالوب ده مع صوص جبنة. ادي صوص الجبنة اللي معايا، شفت الحلاوة دي كده؟ بص على الحلاوة، بص صوص. اختياري برضو بقى بطعم الجبن. ممكن نحط على الخضار السوتيه جبن. حلو الكلام، نشيل كل ده من هنا. في السنة مرة زوروني مع الاسكالوب ده. واشيل ده من هنا. ليه مش بتحبه يا مغازي؟ في شغل كتير. نروق المطبخ بتاعنا، عايزين نشوف البطاطس المقلية بالجبنة. ولادي بيحبوا ياكلوها في المطاعم بره، هي في قلب الزيت بتتحمر. ايه الأخبار؟ الله، شوية بطاطس حكاية، وأنا مع البطاطس البلدي يا إخوانا بتاعتنا لما نقليها بتبقى لطيفة وحلوة، بلاش البطاطس اللي هي في السوبر ماركت في أكياس بلاستيك سفنجة. والله العظيم ماليش فيها طعم. هاتي حبتين بطاطس كده حلوين، اشتريهم بطاطس من خير أرضنا زي الفل، وامسكيهم قشريهم وحطهم في ميه وقطعيهم وخليهم في التلاجه. وقت الولاد ما يحب ياكلوا بطاطس مقليه حمرها في البيت. ليه اشتري الكيس في الفريزر ده واشتريه واحطه في التلاجه؟ انا مش مع ده خالص، خلي بالك. واحنا خلصنا يا فندم، ممكن نحط معلقتين كريمه لباني مع الجبنه دي. شفت بقى الشقاوه هنا؟ ده الفرق انك تعملي جبنه في البيت. خدت طعم الكريمه اللباني اهي، شفتي؟ عايزاها لها فليفر سبايسي يعني، حطي بابريكا او فلفل ابيض، بلاش فلفل اسود. عايزه طعم السبايسي فيها يعني، اختياري برضه. حته الاسكالوب اخبارها ايه؟ بسم الله، دي بتاعتك. مش عايز عليها جبنة؟ حاضر. نعم، سؤال وجيه،
بيقول لي الزيت اللي انت حمرت فيه ده يا شيف مغازي ينفع نحمر فيه تاني؟ ما ينفعش الا في حاله، اسمعي كلام الشيف المغازي، اه الزيت خدته بره النار، اعمل ايه يا شيف؟ هتجيبي شويه ملح. صدقوني بجد والله العظيم المعلومات اللي بقولها دي وغزاره المعلومات اللي بقولها غير معلومه في قلب الحلقه بتفيدك في المطبخ اقتصاديا، بتبقي وزيره اقتصاد جوه مطبخك. الزيت ده عايز استخدمه تاني، احمر فيه سمك، احمر فيه لحمه، احمر فيه اي كريسبي، اعمل ايه؟ بحط شويه ملح هنا هنا احط شويه ملح هنا ليه يا عم الشيف؟ ما ينفعش ان انا احمر حتتين اسكالوب في نص كيلو زيت ويبقى انا كده مبذر. بالفعل لو انا عملت كده ده تبذير. انا بقول لك لازم تكون وزيره اقتصاد جوه مطبخك، كل واحد فينا وزير اقتصاد جوه بيته. الزيت ده حطيت عليه الملح، هسيبه كده لغايه لما يبرد، بصفيه بشاشه، اقدر استخدمه استخدامات كتيره قوي على فكره، في طبق فول استخدمه زي الزيت الحار يبقى لطيف، استخدمه في مقليات كتيره، هو ده الفكر الطهو الجديد، مش معناته الزيت خلاص قطع، ولكن في درجات للزيت ما اقدرش ان انا استخدمه خالص. ايه هي يا شيف؟ لما الزيت يقطع منك، يعني ايه يقطع يا مغازي؟ يعني الزيت يبقى قطع منك ما ينفعش انك تستخدميه، لو استخدمتيها هيجيب لك امراض احنا في غنى عنها، اللي هي وليكن كده مثلا اهو. احنا بس الحلقه دي معاه، بص الزيت اهو. كده الزيت معايا زي الفل اهو، بص الزيت شوف قوامه اهو، في البطاطس اهو. اهو بص القوام ده كده اهو. قطع يعني ايه يا عم شيف؟ يعني ينزل معاكي كلاكيع مكلكعه اهو اهو. طالما نازل له الخيط بتاعه ده كده اهو، بص اهو تاني اهو اهو اهو. ده الزيت ده صحيا 100% سليم زي الفل. امتى يقطع؟ لما نحمر فيه كتير، لما نعلي النار عليه كتير وقت التحمير، حاجات كتيره تخليه يقطع، احنا مش عايزينه يقطع مننا وده مطلوب. تعالوا نصفي البطاطس دي كده عشان نحط عليها الجبنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، طبق التقديم بطاطس بالجبنة، ولادنا بيحبوا ياكلوها بره. الله، ها بطاطس ايه؟ بلدي، والبلدي يوكل. والجبنة شفت القوام بتاعها؟ اه. روح بقى كلها في اي مطعم كده، ولا بالطعم ده ولا بالشقاوة دي ولا يعني مش هنتكلم عن النظافة، النظافة موجودة، بس انت لما تعملي الحاجة لأولادك في البيت ده موضوع يفرق كتير. خلي بالك الجبنة واخدة كريمة لباني، واخدة زبدة انت حباها، ممكن تحط معلقة سمنة بلدي، يبقى حولت الطبق بتاعك ده لبروتين حيواني لطيف وزي الفل. الأولاد اللي مش بياكلوا لحمة أكلتهم لحمة بطريقة غير مباشرة، اللي هو البروتين الحيواني اللي موجود في السمنة البلدي اللي حطيتيها على البشاميل وحطيتيها على الجبنة. شايفة الجبنة وحلاوتها؟ الله، ألف هنا وشفا للي ياكل منها. آه. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتيرة، فيها خبرة طهوية، فيها إنك تكوني وزيرة اقتصاد جوه بيتك. دي بابريكا صغيرة كده بحطها تاتش كده أهو، تقدري إنك تعملي سفرة مختلفة في الشكل وفي الطعم وفي اللون وكمان القيمة الغذائية. عملنا طبق مكرونة بالوايت صوص مع المشروم، وده مشهور في بعض المطاعم. عملنا اسكالوب بانيه، يسمى في المنيو كده اسكالوب بانيه او كوردون بلو او اسكالوب فينواز. فينواز بياخد شرايح من الليمون مع بقدونس وبياض بيض وصفار بيض مبشور. الكوردون بلو بتبقى نفس حته اللحمه محشيه خضار او جبنه اختياري، هي نفس المكونات يعني، مع خضار سوتيه، قدمت معاه جبنه اختياري. البطاطس الحلوه اللي انا بحبها بجد، واحب معاها الفلفل الهلامينو ده بيبقى لطيف وجميل، الفلفل السبايس شويه ده بيتباع وبتعمليه في البيت يبقى لطيف وجميل، او البابريكا اللي حطيناها عليه تبقى لطيفه زي الفل. رؤيا فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو.